عاليه من جراه. انا براند مانجر شركه بيبسي ماروك. احنا اليوم تشرفنا بالحضور ديالكم بالنسبه لتوزيع الماء الجديد ديالنا اللي هي اكوافينا، وهي ماء خفيفه من الصوديوم اللي هي مزيان للجسم وتتشرب زعما فاسيلمون. وحنا اوني تري فيير بهاد لو لانسمون اوجوردي. المميزات ديال هاد الماء هما النسبه ديال الصوديوم اللي هي اقل نسبه الصوديوم في المياه المنتجه في المغرب. حنا دايرين فيها 2 ميلي غرام بار لتر واقل نسبه النيترات، دونك اللي هما جوج د الحوايج ما مزيانينش للجسم. وحنا كنديروا فيها داكشي اللي مزيان، اللي زعما بالنسبه للمغنيسيوم هادشي اللي مزيان للجسم كنديروها في هاد الماء وكنقصوا منه داكشي اللي ما مزيانش. دونك هذا هو الفرق ما بين هاد الماء والماء اللي كاينين في المياه اللي كاينين في المارشي في الاسواق. الوغ اكوافينا كاينه في ثلاثه ديال الحجوم اللي هي بي او تي 33، دونك هي الصغيره اللي كدير 2 دراهم. البي او تي 50 هي الموين اللي كدير 3 دراهم، وليتر ونص اللي ب 5 دراهم، وموجوده في الحوانت لي سوبر مارشي لي غراند سورفاس لي كارفور لي اسواق لي اتقداو. دونك الحمد لله اوجوردي اوني بريزون سور تو لي تيريتوار او ماروك، دونك نورمالمون ما تجيكمش صعيبه باش تلقاوها. فاول حاجه ملي تنهضروا على الماء بطبيعه الحال، اول حاجه ولا اول نصيحه نبغيو نعطيوها للناس بشكل عام انهم ما يتسناوش العطش عادي يشربوا. يعني ربما هذا اول خطا يرتكب في حق الماء، اننا دائما تنتسناو العطش عاد باش نشربوا، وهذا خطا لان الجسم ديالنا تحتاج الماء طيله اليوم، وخصنا نشربوا الماء قبل ما نوصل لمرحله العطش. يعني كل ثلث ساعه نص ساعه نشربوا واحد جوج غمات ولا ثلاثه ديال الماء باش يبقى الجسم ديالنا دائما في واحد الحيويه وفي واحد النشاط، لان جميع التفاعلات الكيميائيه اللي تطرى داخل جسم الانسان تطلب وجود الماء. عدم ادخال كميه كافيه من الماء تقدر ياثر بشكل كبير على جميع الاعضاء في الجسم ديالنا. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي نقدروا نعطيو كنصيحه اننا نتفاداو شرب الماء البارد او الماء الساخن. يعني في لي زيكستريم كسوا بارد بزاف او سخون بزاف ما خصوش يتخاد. علاش؟ لان الجسم ديالنا تيبغي الماء او الاغذيه بواحد درجه الحراره اللي هي عاديه، فالماء بارد بزاف ما غاديش يطفي لنا العطش بسرعه لانه غيطلب وقت كبير باش يوصل 37 درجه، وبالتالي فشرب الماء بارد او الماء الساخن كاين اللي تيشرب ماء سخون تيسحب له باش يذوب له الشحمه مثلا اللي عنده على مستوى البطن، هذا خطا لان الشحمه كاينه على برا من المعده، الماء تيدوز للمعده ومن بعد تيدوز للامام بعد تيمتص عن طريق الدم وعاد تيتفرق على جميع الاعضاء، وبالتالي فهذه مساله اللي هي شيئا ما نسبيا اللي هي خاطئه. النقطة الثالثة هو من الأفضل نشربوا الماء، حيت كاين اللي تيبغيو يديروا الماء أروماتيزي مثلا بالنعناع أو بالليمون أو بالخيار أو بالحامض أو بشي حاجة، ماشي مشكل، غير ما نزيدوش السكر. نشربوا الماء عادي، ممكن أروماتيزي يعني بهاد لي بلونت خصوصا بالنسبة للأطفال وحتى بالنسبة للناس الكبار، ولكن بلا ما يكون مضاف ليه السكر باش يمكن الجسم ديالنا أن يستافدوا، لأن إلا دخلنا السكر تيخصنا نزيدوا عاوتاني من الكميه ديال الماء، والكميه ديال الماء تتبقى ما بين لتر ونص لجوج لتر في النهار، الا كان الانسان تيدير الحركه وتعرق بزاف فخصو يزيد من الكميه ديال الماء اللي تيشربها يوميا. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.